الرياضة الأساسية اللي كنت نمارس فيها هي رياضة الكاراتيدو سبيسياليتي كوميتي. الحاجة اللي خلتني أني ندخل الأمامي أني تعرضت الموقف محرج، تعرضت إن أغريسيون بالسكين، الحمد لله منعت منها، الناس تدخلت في هذاك الوقت. تمنيت أني كنت نمارس رياضة واحدة خلاف أني وش نمنع روحي، والحمد لله دخلت وشاركت في الأمامي، والحمد لله عندي دركا يوناني، تعلمت دي تكنيك باهيين، والحلم تاعي أني ندخل للبي اف سي وندخل للاحتراف إن شاء الله. الرياضة هذه خلتني تكون عندي اون فورت بيرسوناليتي، وليت ما نخافش من لي زاغريسور برا، كنروح من خدمتي ولا من الصالة في الليل. الحمد لله. راني نقول للنساء والإناث، الرياضة هذه راهي ما شاء الله تزيد ثقة في النفس وقوة، وأي واحد يقدر يتعلمها بغض النظر على العمر.